وعلى السعدي وعلى يين توفيه من هذا، وعلى سعدك يا سعاد وين ماشي يا وين؟ اش ماتت الجيران فيا؟ اش ماتت 400 عميل عندي في الفيسبوك يا مدام؟ وسع بالك، لاباس لاباس ان شاء الله ما فما سوء. وين ترى فيه لاباس؟ وين ترى فيه؟ وانا من مصيبه لمصيبه، من غلبه لغلبه، والنحس يطبع فيا، نعرف روحي منحسه. اللي نحط عليه يدي يتكسر، اللي نغزل له تصير له مصيبه، حتى من العرس ما نكمل الاربع اشهر كما نلقى روحي على برا. يا مطلقه يا هجاله، اللطف اللطف عليه هكا يا مدام، راهو كل شيء قضاء وقدر. وانت يا اخي في 2011 وما زلت تمن بالتابعه والخرافات هذه. هي زيد نم نم ونزيد نم يا خويا، بالتجربه الحكايه، راني اليوم باكا طلقت من راجل الثامن. بالك المكتوب ما مشاش بيناتكم، هو اللي قبله واللي قبل قبله، اللي عرس بيه يتبلوكه ولا تصيله مصيبه. كيفاه اسيدي؟ شد عند الاول عرست بيه من فلس من السادس، ما يحب الفريق، نهار تعرس نهار مكش خطر باحهم 4-0، قال لي وجهك احرف وطلقني. والثامن هذا مازال كي ولا مدير شعب، هو عرس بيا منا، ثوره جات منا ولا منعوت بالصبع، ما عاد حد يحكي معاه. تي هاك النحس بيدو. نعم وش قلت؟ شي شي، اما هذه حاجات عاديه عاديه. وين عاديه؟ انا نقول لك اللي نمس ولا نحكي معاه تصير مصيبه، وانت تقول لي عاديه؟ هاني نحكي معاك وما صار لي شي. ايوه هاي بديت المصايب، منحسه نعرف روحي نعرف روحي. ظاهر لي صحيحه الحكايه، 40 سنه نسوق عمري ما عملت حادث. هاي دقيقه نهبط نعمل كونستا ونجي. سامحني يا خويا سخن، حليت الشباك جا في يدي. ما صار شيء ما صار شيء، علاش كون صبحت النهار هيكي عندك التابع؟ علاش ما شفتش عزام؟ عزام شفت عزازم مش عزام، تابع اللي عندي مقويه تي العزام بيدو اللي نمشي يتنحس. يا خويا راني كارها روحي، تيكي كنت صغيرة من كثر ما عيني حرش، أمي اللي تكرهم الجيران يهزني درجين بالحساب قدام دار، يا تتحرق يا تتسرق يا ولدهم يدوبل. تي هاك سلاح نووي انت. أيا تكلم لي حماتي، فماش ما جيها مصيبة نرتاح منها. هات هات نموت كان على خليها أنا. ألو حمات برهومة، إن شاء الله نهارك زين ومبارك. أس 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 أس، المرأة تطلب المرأة تطلب. وي روحي شنو؟ حماتي مرضت ويلزمها عملية. ن ن ن نتصرف كيف كيفاش؟ باه 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 تو تو نتصرف تو نتصرف. شبيكو خفتوا؟ مازلنا ما وصلناش. اه اه بوي، من انتي من انتي؟ يزي من المصايب نهار اليوم.